نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. هيئة الانتخابات تعلن فوز المرشح قيس سعيد بعهدة رئاسية ثانية من الدور الأول بنسبة 90.69% وفق النتائج الأولية. رئيس الجمهورية يشدد في لقائه مع رئيس الحكومة على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطنين. اتحاد الفلاحة يدعو البحارة إلى إتلاف سمكة الأرنب في حال صيدها وعدم المجازفة باستهلاكها. وفي العالم، حوالي 70 شهيدا في العدوان الصهيوني على غزة خلال 24 ساعة الأخيرة. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر مساء أمس فوز المرشح قيس سعيد من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأول بنسبة 90.69%. عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح السيد العياشي زمال، وتحصل على 197,551 صوت بنسبة 7.35%. السيد زهير المغزاوي، وتحصل على 52,903 أصوات بنسبة 1.97%. السيد قيس سعيد، وتحصل على 1,438,954 صوت بنسبة 90.69%. وتبعا لحصول المترشح السيد قيس سعيد على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، تصرح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 من الدور الأول. وبلغت النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية داخل تونس وخارجها 28.8% وفق ما أفاد به رئيس هيئة الانتخابات. وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أنه من حق كل المترشحين الطعن في طورين لدى محكمة الاستئناف في ظرف 3 أيام من تاريخ التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، وفي حال لم يحصل أي طعن تصبح النتائج المصرح بها نهائية. ومن حق المترشحين طعن في قرارات الهيئة لدى المحاكم العدلية، وهي محكمة الاستئناف في طور أول ومحكمة التعقيب في طور ثاني، وذلك في ظرف 3 أيام من تاريخ التصريح بالنتائج الأولية. في صورة ما وأنه يكون هناك طعن، ننتظر مآل هذه الطعون ابتدائيين، وإن حصل كذلك استئنافين، وإن لم يحصل طعن بعد 3 أيام تصبح هذه النتائج هي النتائج نهائية نعلن عليها ونصادق عليها بصفة رسمية. هذه النتائج إذا تم إقرارها نهائيا، يعني لم يكن هناك طعن أو كان هناك طعن وتم بالأقرار، فلن تكون هناك دورة ثانية، باعتبار وأن المترشح قيس سعيد قد تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها. ومن جهته أفاد نائب رئيس هيئة الانتخابات محمد نوف الفريخة بأن الهيئة حالت 79 مخالفة انتخابية إلى النيابة العمومية تتعلق بالفضاء المفتوح، أي شبكة التواصل الاجتماعي. الأغلبية المخالفات واللي عدينا منهم للنيابة العمومية قرب 79 و80، خاصة في الفضاء المفتوح، هذا شبكة التواصل الاجتماعي، مثل بالتعدي على الخلاق الحميدة إلى آخره، ما عديناهم مباشرة للنيابة العمومية، وعلى أساس من بعد ثم متابعة للثقة للأمور هذه. الخطر إذا كان نحبوا نضمنوا أن يكون ثم مناخ انتخابي سليم، لازم نضربوا بقوة التصرفات هذه. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه تم تعليق نتائج الانتخابات الرئاسية بمقرات الهيئة بعد التثبت في جميع محاضر الفرز ومحاضر التجميع، وأن جميع محاضر الفرز تم تعليقها أمام مكاتب الاقتراع ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة تطبيقا لمقتضيات الفصلين 140 و144 من القانون الانتخابي. وأضافت الهيئة
أن كل اتهام مجاني لهيئة الانتخابات بتدليس أو تزوير النتائج تصريحا أو تلميحا سيتم معاينته بصفة قانونية وإحالته للنيابة العمومية من أجل بث ونشر الأخبار الزائفة ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك طبق القوانين الجاري بها العمل. أكد كومي سيلوم كالاسو الوزير الأول الأسبق لجمهورية الطوغو ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لملاحظة الانتخابات الرئاسية بتونس أن الانتخابات الرئاسية جرت بصورة عادية وشفافة ولم يقع تسجيل أي تجاوزات في 15 مكتب اقتراع التي قام الوفد بتغطيتها. وأعلن خلال لقائه أمس مع وزير شؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بمقر الوزارة أنه سيرفع لاحقا باسم البعثة تقريرا لمفوضية الاتحاد الإفريقي مع إدراج ملاحظاته وتوصياته. تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس مكالمة هاتفية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هنأه فيها بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التونسية. وكانت هذه المكالمة مناسبة للتأكيد على متانة العلاقات التي تربط بين الشعب الواحد في كل من تونس والجزائر وعلى الإرادة المشتركة لمزيد دعمها تجسيدا للإيمان القوي والثابت بوحدة المصير. في لقائه أمس برئيس الحكومة كمال المدوري شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة مضاعفة الجهود والمرور إلى السرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطنين ورفع شتى أنواع التحديات. كما أكد رئيس الجمهورية ضرورة تخطي كل العقبات ومراجعة عديد التشريعات بفكر جديد وبعزيمة لا تلين، مشددا على أن تونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ وعلى كل المسؤولين أن يكونوا في الموعد لتحقيق طلبات الشعب المشروع. نرحب بمن انضم إلينا الآن ونولي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. تتواصل اليوم وغدا بالعاصمة فعاليات المنتدى الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط وإفريقيا، ويبحث مشاركون من 24 دولة أحدث الابتكارات والتطورات في مجال الترقيم عبر سلسلة التوريد العالمية وكيفية الاستجابة لتحديات المنطقة، وفق مدير عام الشركة التونسية للترقيم GSA إلياس بن عمر. الشركة يتم تمكينها من الترقيم العمودي، وهذاك هو ينجم يتبع به المنتوج متاعه. المنتوج التونسي اللي هو منخرط في القاعدة هذه تجم تقراه في أي بلد في العالم، يعني المنتوجات المصدرة وين تلقى منتوج محطوط عليه 619 في العالم، تجم تعمل عملية سكان هذيك وتلقى المنتوج متاعك موجود، اللي هما يمثلوا تقريب 500 مليون منتج، واللي هما يوميا في العالم كان تم 10 مليون عملية سكان. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كافة البحارة الذين يعثرون في معدات صيدهم على سمكة الأرنب السامة إلى عدم المجازفة باستهلاكها والتخلص منها وإتلافها على الفور. وصدرت توصيات المنظمة على إثر ظهور سمكة الأرنب السامة بالسواحل التونسية، ونظرا إلى ما تمثله هذه السمكة الدخيلة من خطر عند الاستهلاك لاحتواء أحشائها على مواد سامة وخطيرة على صحة الإنسان. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها الليلة الماضية إصابة عدد من الأمنيين وأحد الصحفيين بجروح متفاوتة الخطورة إثر تعمد عدد من العناصر المعروفة بسلوكها العنيف الاعتداء على الوحدات الأمنية المكلفة بتأمين مسيرة مساندة للقضية الفلسطينية أمس بالعاصمة باستعمال المقذوفات والشماريخ الحارقة والمواد الصلبة. وأضافت أن المصالح الأمنية تولت إعلام النيابة العمومية قصد مباشرة الأبحاث العدلية اللازمة ضد كل من عمد إلى اتيان هذا الاعتداء. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tn.
أهلا بكم من جديد. ارتفع إلى 69 عدد الشهداء الفلسطينيين فيما أصيب العشرات منذ صباح أمس في سلسلة غارات تنفذها مقاتلات وآليات مدفعية إسرائيلية على قطاع غزة، بينما هدمت جرافات الاحتلال عددا من المنازل في منطقة التوام. وفي أحدث الغارات استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة قرب مسجد الفرقان في مخيم البريج وسط قطاع غزة وفق مصدر طبي. وفي المخيم ذاته استشهد فلسطينيان وأصيب 12 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا، حسب بيان صدر عن مستشفى العودة. في الأثناء شدد الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة على أن مصير أسرى العدو مرهون بقرار من حكومة الاحتلال، ولا يستبعد دخول ملفهم إلى نفق مظلم حسب توصيفه. وأكد أن مجاهدي المقاومة يواصلون صمودهم البطولي في كل شبر من قطاع غزة في معركة غير متكافئة مع عدو مجرم لا يتورع عن ارتكاب كل الجرائم. وفي لبنان، ومع تواصل القصف الإسرائيلي الليلة الماضية على الضاحية الجنوبية في استهداف لأحياء بأكملها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 10 رجال إطفاء على الأقل استشهدوا في بلدة برعشيت بعد أن أصابت غارة إسرائيلية محطة إطفاء كانوا يوجدون فيها جنوب لبنان. وتشير تقديرات وزارة الصحة إلى استشهاد 2083 شخصا و 9869 جريحا منذ بدء المواجهات بين إسرائيل وحزب الله. دبلوماسيا، قال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN إنه بعد أسبوعين من رفض إسرائيل مقترحا كانت تقوده الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني، لا تحاول واشنطن إحياء المقترح واستسلمت لمحاولة التشكيل وتقييد العمليات الإسرائيلية في لبنان وضد إيران بدلا من وقف الأعمال العدائية. هذا ومن المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت مع نظيره الأمريكي لويد أوستون غدا، وهي الزيارة التي قد تأمل إدارة بايدن أن تكسب الوقت للتشاور والتخطيط قبل أن تنفذ إسرائيل ردها المحتملة ضد إيران. 7:12 بتوقيت تونس، 9:12 بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلوي، وأخرجته إذاعيا ألف بشير ومرئيا عمر الجبالي. وهذا التذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. هيئة الانتخابات تعلن فوز المرشح قيس سعيد بعهدة رئاسية ثانية من الدور الأول بنسبة 90.69% وفق النتائج الأولية. رئيس الجمهورية يشدد في لقائه مع رئيس الحكومة على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطنين. اتحاد الفلاحة يدعو البحارة إلى إتلاف سمكة الأرنب في حال صيدها وعدم المجازفة باستهلاكها. وفي العالم، حوالي 70 شهيدا في العدوان الصهيوني على غزة خلال 24 ساعة الأخيرة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع، إلى اللقاء.